مشروع قانون تنظيمي رقم 21/17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لاحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والصادر بتنفيذي الظاهر الشريف رقم 1/12/20 بتاريخ 27 شعبان 1433 17 يوليو 2012. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون التنظيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر مشروع القانون التنظيمي رقم 21/17 بتغيير وتسميم القانون التنظيمي رقم 2/12 المتعلق بالتعيين. إنصات للسيد الوزير من فضلكم. المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع في اجتماعها المنعقد يوم 6 جنبير 2017. كما تعلمون يأتي هذا المشروع في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور وإلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج. يهم المشروع أولاً استبدال تسميات بعض المؤسسات العمومية التي تم تغيير تسميتها بمقتضى قوانين تم نشرها بالجريدة الرسمية وذلك بعد صدور القانون التنظيمي موضوع التعديل، وهي الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. أيضا وصدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016 الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والتي صدر الظهير الشريف بتنفيذها بتاريخ 25 غشت 2016. المراكز الاستشفائية، والتي أصبحت تسمى المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون المتعلق بها بتاريخ 24 ماي 2016. ثانيا، إذا بعد استبدال التسميات هنالك إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيدلت وفيقيق، وهي مؤسسة عمومية تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن اللائحة ألف من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 2/12. ثالثا، استبدال عبارة قائد السجون العامون بعبارة المراقبون العامون الممتازون للسجون. تلكم سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون، أهم المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار مجلسكم الموقر، وشكرا. شكراً.